واش نقول لك، حنا جايين الموطور فهمتيني، جايين الموطور تضربوه كانوا بلاصه السيد من وراه ما عارفش، ما عارفوش غادي ولا بلاصي ولا جا من وراه رموه قطع على مول طنوبي. المهم الله يحفظ، وكانوا معاه وليدات ولا شي حاجه الله يرحمه. كيفاش درت نجا من مول طنوبي؟ يعني مول طنوبي كيفاش نجا اخويا؟ الله هو اللي ولي نجا هاد اللحظات. اش نقول لك، شفتي دابا شفتي الرمو كيفاش داير؟ الله هو اللي نجا. حنا راه دايزين بين الرمو قطع في مول طنوبي، مشينا جبدناه اخويا في سبيل الله. هادشي اللي كاين مول طوموبيل نتوما اللي جبتو، انت اللي جبتو؟ حنا اللي جبدنا، انا والصديق ديالي. حنا هادي زين اخويا. كانت اللحظات الاولى كيفاش تقلب هاد السيد؟ السيد اخويا كيفاش تقلب؟ راه دابا الرموك بيني وبينك دابا اللي طالعه ما خاصوش بلاصه الرموك هنا، فهمتيني؟ كان بلاصه ما خاصوش ستاسيوني، ماشي بلاصه ستاسيوني هادي، فهمتيني اخويا ولا لا؟ كنقطع لي فرناج كان بلاصه ما خاصوش. قال لك كنقطع لي فرناج بلاصين هو بالحجر. السيد دابا في الغرب يدير راعي. المهم هاد السيد اخويا يجيك من الاخر والله بغاه، فهمتيني؟ بغاه يبقى حي. هادشي اللي كاين اخويا. يعني تم النقل ديالو والحاله ديالو كيفاش كانت؟ المهم هو صحيح بخير، باش ادم هو ندور شويه من عارف دار شويه، ولكن صحيح بخير الحمد لله. هادشي اللي كاين اخويا. الله يحفظك اخويا. هاد الحوالي كثير، شنو الرساله ديالك؟ خويا اش نقول لك؟ الرساله نقول لك هاد الناس اخويا مادام يحضر عقلو شويه، ولاو طوموبيلات بزاف تسيد بزاف، بحال دابا خوتنا الجوج اللي ماتوا الله يرحمهم، هذا دفعوا مول الوقت، هذا دفعوا كذا. هادشي اخويا مابقاش كيعجب، فهمتيني اخويا؟ حنا في المغرب ديالنا زوين، هادشي اخويا مابقاش كيعجب. والله يدير شي شهود الخير. اللهم امين. بالنسبه لك انت، اسمح لي اسامه، اسامه شي اللي بحال، شنو نوضح لك؟ السيد الشا كيفاش؟ من الاول كيفاش طرا؟ انا دابا باقي قلبك يهضر، شفت ديك اللقطه كيف السيد كيشوف الرموك جاي هابط عليه؟ وكيفاش غيهرب منه؟ ما عندوش كيفاش، بقى لي غير هذاك الصمت اللي بقات شاده والباب. الحال واحد كيغوش يقول الصمت الصمت، تجرج بالزمن غادي ندخل تحت، وجرج ديك الصمت قطعتها وخرج السيد. ماشي غير بوحدي، هذاك الدري اللي دوا معاكم وشي جوج الناس اخرين هما كيجروا معايا الباب. تشاو واحد الهضره ما بقاش كيبان لي رمك، ولا كيبان لي ندخل. واش بقى تحت من تحت من الرموك؟ اه. شوف حبينا نتقرب على المشاهدين من هذه القطعه هذه، كيفاش بقى تحت من الرموك وهو اللي تسديد الصمت؟ ربي بغى يبغى يكتب لي عمار جديد. هو كون ما حلش حتى حل الباب، بالنسبه ملي حل الباب عاوناته بقى الباب محلول ولا بغى يخرج. ربي يكتب لي عمار جديد وصار. الله يسر له، دار يتزار بحال هاد السيده دا يتزار. الله يسر يتزار. يعني والو هو صحيح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.